في هذه الحلقة من برنامج أبيض أسود. الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. حسن دهيني ينتصر على كفافه بالقرآن. أنا من الأشخاص المطبرين. كيف ينظر إلى من يقومون بالتطبير في عاشوراء؟ المعنى الشخصي الآن أصبح يتعارض مع ربما قضية أهم وهي قضية الإسلام وتشويه الإسلام وتشويه المذهب. بدأ جراء المجالس يبعدوا عن المبالغة والإنفعالات ويركزوا على سير الحسينية. من يضبط من يعتلي المنبر الحسيني اليوم؟ هو ضميره هو الذي يضبطه. برنامج أبيض أسود لكي تصبح الصورة أكثر وضوحاً، يأتيكم في الأوقات التالية.